السلام عليكم. نبدا بسم الله ما شاء الله معكم ابن الشام. اخواني حبايبي، قبل ما ابدا بهذا المقطع اتمنى من الكل الجميع الكل يذكر الله عز وجل وصلوا على النبي. اليوم موضوعي الا وهو الرد على اسئلتكم. طبعا للمشتركين الجداد ممكن ما حدا يعرف شو هي الفقره او شو هذا الفيديو. هذا الفيديو اخواني حبايبي بتنزل فقره سؤال وجواب بالمنتدى يوم الخميس بالليل، تمام؟ ويوم الجمعة إن شاء الله تعالى برد عليكم أنا على أسئلتكم عبر الفيديو هذا مو عبر الكتابة. وإن شاء الله جمعة مباركة عليكم وعلينا وعلى جميع أمة محمد يا رب. منروح لأول سؤال. طبعا أخواني حبايبي قبل ما أروح لأول سؤال أتمنى من جميع الكل يعملوا مشاركة للفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي لحتى إن شاء الله نوصل 50,000 أخ وأخت. ما صفي كتير لحتى نوصل 50,000. شدوا شباب شدوا صبايا، بارك الله بالجميع. اول سؤال الاخ عم يقول عنده طيره عنده فراخ وعم يقول هو انه في مشكله اذا قدم منقوع الثوم والليمون مع العسل. اخي الكريم قدم وعلى مسؤوليه ابن الشام، اذا بصيبه نشيل الفراخ او الانتاي تواصل معي على الخاص وشو بدك امر عيونك انا، ما في اي مشكله. الاخ عم يقول هون فقس عنده اليوم اول فرخ وان شاء الله عبال عند الجميع، الله كريم ان شاء الله. هلا عم يقول اعطيني كم نصيحه. اول شيء اول نصيحه اللي بوجهها ابن الشام لمتابعينه، لا تروح على الانتاي تصير تراقبها، لانه مثل ما انت عم تراقبها الانتاي كمان عم تراقبك. هذا اول تصرف خطا للمربي المبتدئ، لان ممكن تهجر العش وممكن ما تطعمي الفرخ. وحاول تعمل له برنامج غذائي اسبوعي بيتضمن بعض المناقيع بعض الخلطات وبعض الخضروات والفواكه ضمن برنامج غذائي اسبوعي. الاخ عم يقول هون عنده طير عنده كان مرض الكبد، واتبع الطريقه اللي موجوده عندي بالقناه الكركم او الشاي الاخضر، مو ذاكر الاخ. فيقول بس لسه انا هلا عنده تسييف وعنده احمرار بالصدر. هلا بالنسبه للاحمرار اخي الكريم بتقدم فحم خشبي. هذا هو الفحم الخشبي اخواني، فحم الباربيكيو او فحم الشوي. بتطحنه شوي تمام، ومنقدمه احنا مع البريق الساده. اي طير عندك مريض لا تعطيه خلطه يلي فيها البذور الدهنيه، نصيحه من ابن الشام. اي طير عندك مريض قدم فقط بريق ساده. بالنسبه للتسييف اذا في عندك انت التسييف ما له مرض، تسييف دلاله على وجود مرض، المرض هو الكبد، انت عارفان مرضه، بس عند التسييف فيك انت تدعمه بالباتي او عطيه بياض البيض، بياض البيض بدون الصفار، قطعه صغيره كل يومين ثلاث ايام. الاخ عم يقول هون انه في عنده جوز حاطهم بالصالون مكان القعده اللي هو بالغرفه اللي بيقعد فيها، بس الاضاءه ممكن تطفى الساعه 11 او الساعه 10 او ممكن 12 الله اعلم. والطيور متعودة على هذا الجو، وممكن الطيور عنده هو مفقسة أو مفخة ما بعرف أو بيضة. في مشكلة على الموضوع هذا، أكيد في مشكلة كتير كبيرة ما رح تلاقيها هلا، رح تشوفها أنت بعدين بالمستقبل، ممكن أول بطن الثاني الثالث من بعدها يصير يطلع عندك أنت مثلا بيض غير مخصب، ممكن انتهي تهجر العش، في كتير مشاكل. فالساعة 10 11 كثير عليهم بهذا الوقت. الماكسيموم اخواني حبايبي اللي بده يعطي اضاءة لطيوره لازم يكون الساعة 4:30 5. بسم الله ما شاء الله، ان شاء الله ما تكونوا انتم مزعوجين من هاي الاصوات. طبعا اخواني اقترحوا علي انتم اذا انزعجتوا من اصوات الطيور تمام، ممكن احنا نصير نصور بغرفة ثانية. الاخ عم يقول هون عنده جوز بادجي بضلوا معلقين بالشبك تمام، ما بيوقفوا على المجسم وحتى بيناموا على الشبك. شو هي المشكله؟ المشكله انه المجسم اللي انت حاطه ممكن مو مريحهم او ممكن مرتفع على السقف كثير او مكانه مو ظابط، غير مكانه او غير نوع المجازي. الاخ عم يقول هون اذا غير القفص للذكر بهذا الوقت بياثر شيء؟ لا اخي ما بياثر، بس يفضل للجميع بشكل عام ان كان ذكر ولا كان انتاي. ثبت مكان الذكر، ثبت مكان الانتاي، ثبت مكان القفص، حاول ما تحرك القفص. يعني متابعني بيعرف انا بالنسبه لي هون الطيور لا عم حركها ولا بغير من مكان لمكان الطير. ليش؟ مشان خليه يتعود يكون يضل بهذا المكان.
الاخ عم يسال هون شو في فرق بين الاغات والماوردي. في فرق شاسع وكثير كبير. طبعا هذا هو الاغات مثل ما كنتم لاحظين قدام عينكم، هذا ذكر وهي هي الانتين. اما بالنسبه للماوردي صراحه ما عندي، كنا نشتغل فيه نحن ايامات الشام ايامات سوريا. الماوردي البناني بسم الله ما شاء الله، يعني من دون حلفان ومن دون اي شيء، يلي حبه يسدي يسدي واللي ما حبه يسدي هذا الشيء رجع له. لما بلشت بالكورس وانا هلا مثلي مثلكم، بلشت تقريبا صرت انا هلا بنص الكورس، ما شاء الله اسمعوا الفرق ورجعوا له فيديوهات قبل 4-5 فيديوهات رجعوا اسمعوا الفرق. فاللي ما قدم الكورس تطيره راح نص عمرك عمي. الاخ عم يقول هون انه هل ممكن احنا نقلل تقديم البيض المسلوق لوجود الفراخ من الاسبوع الثاني حتى الخطام؟ هلا اخي الكريم انا مش هكون معك واضح، بسم الله ما شاء الله وصريح، سكتوا شوي. صرعوني يا اخي ما شاء الله عليهم، ما عم اعرف احكي. بالنسبه للبيض المسلوق انا ما بقدمه مثل ما هو، بقدمه ضمن خلطه، يعني مع الجزر مع الباتيه مثلا. رح تشوفوا هلا عنده خلطات اتوقع والعلم عند الله بحياتكم مشايفينها، ولا حتى على اليوتيوب نازله، تابعوا ابن الشام ما بقدم ان شاء الله غير المعلومه الصحيحه. في خلطات للتجهيز لطيور الكناري ان كان ذكر ولا كان انتاي ان شاء الله. السؤال عم يقول بده يغير من البريق الساده للخلطه، تمام اللي حكيت عنها انت دون اضرار. هذا هو الفيديو ان شاء الله، رح يكون عنوان الفيديو بالفيديو القادم لانه ما رح احكي عنه هلا، ممكن يصير الفيديو طويل عليكم كثير. هذا الاخ عم يقول عنده انتاي جاهزه تمام، بس عم ترمي الخيطان بارضيه القفص. هاي الانتاي ما انا جاهزه الجهوزيه التامه، واذا جاهزه الجهوزيه التامه حط لها ذكر عتيق او ذكر قديم هو ممكن يساعدها بلفه للعش. الاخ عم يقول عنده انتاي طلعت فرخين وماتوا وهلا هي مرضانه وعندها ورم بالبطن او احمرار. اخي الكريم اخواتي حبايبي، الكل لكل اخ وكل اخت عندهم طيور مريضه يتواصل معي على الخاص عبر الصفحه. بدي اياكم كمان تتابعوني عبر الفيسبوك، الكل يعمل مشاركه لليوتيوب وللفيسبوك. بارك الله بالجميع، ما حدا عم يقصر وانتم تاج على راسي لكل شخص عم يعمل مشاركه للفيديوهات عبر الفيسبوك او عبر اليوتيوب. الاخ عم يقول هون عنده طير جلوستر تمام، عمره 9 شهور. هذا الطير كل مره بغرد شوي برجع بدخل بغير الريش، برجع مثلا بيطلع من غير الريش بغرد شوي، يعني كل فتره وفتره بيرجع بدخل بغير الريش. شو المشكله اخواني حبايبي؟ المشكله هي الاضاءه الاصطناعيه. لما انت عم تعطي طيرك الساعه 9 والساعه 10 بالليل فالطير اكيد رح يتعب. الاضاءه انتوا ما كنتوا عارفين شو الاضاءه، الاضاءه بتتعب الطير اكثر من اي شيء كان، يعني الطير ضل تعبان. فخفف ساعات الإضاءة وثبت ساعات الإضاءة خاصة بهي المرحلة، أهم مرحلة، وأنا عم ركز عليكم كثير بهي المواضيع هي لأنه بدي إياكم أنتم تستفادوا إن شاء الله بموسم الإنتاج. الأخ عم يسأل عنده فراخ أنتجت أو طلعت يعني بشهر 6 وبشهر 7، عم يسأل هو إنه هل بتلحق هي الفراخ ينتجها بهذا الموسم؟ لا أخي الكريم، حتى لو كان نصيحة مني يعني، ها وهذا الشيء رجع لك، حتى لو كان طيورك جاهزة للتزاوج ما بنصحك تزقها. ليش؟ لأنه ممكن يطلع عندك أنت أول مشكلة هي البيض غير مخصب من الفراخ، لأنه لسه ما صار عمر البلوغ اللي هي بتجاوزة عمر 8 شهور أو 9 شهور. الأخ عم يقول هون عنده جوز مطبقهم والإنتاي باضي، بس المشكلة وين؟ بدرجات الحرارة، درجة الحرارة عنده هو 12. نحن حاكين من فيديوهات قديمة، الفيديوهات القديمة اللي هي درجات الحرارة للتزاوج ما بين 20 تقريبا، يعني خلينا نقول 18 لـ 25، ف 12 قليل، بس مو هذا معنى انه مثلا ممكن ما يطلع على البيض، لا ان شاء الله بيطلع على البيض، بس لا تدفي الانتاي ولا تقرب عليها، بس تدعمها بالمناقيع بالخضروات وبالفواكه. الاخ عم يقول هون عنده ذكر بني كان كبس الانتاي وطلع البيض فارغ وحطه على انتاي ثانيه وطلع كمان البيض فارغ. حبيبي القلب، بس تشوف انت الذكر عندك خصب كذا انتاي
وطلع عنده البيض فارغ، فهذا الطير بدك تدعمه انت بمنقوع الزنجبيل مع العسل مثلا، بتعطيه منقوع التمر، بتعطيه عجينه التمر اللي انا عملتها اللي هي تمر مع مكسرات، او مكسرات مع العسل، تمام، او مثلا منقوع الخروب، او اذا انت فيك تحصل فيتامين الفيرتي فيت، تمام، ما في مشكله على الموضوع، قدمه وعلى مسؤوليتي، لانه الطير اذا ما دعمته انت رح يطلع عنده البيض غير مخصب، وهذا هو الفيرتي فيت. طبعا بالنسبه للفيرتي فيت انا عامل فيديو عنه بالتفصيل ممل كيف طريقه تقديمه، وهذا كمان بالنسبه للفيرتي فيت هو طبيعي مليار. الاخ هنقول هون عنده طير صار معه صدمه عصبيه، يعني لما يقرب على الطير بصير الطير بلف راسه، تمام، بيفقد التوازن تبعه. هذا الطير اخي الكريم شو الحل تبعه؟ الحل اول شيء تحطه مثلا بمكان عالي، الله العالي، تمام، وتقدم له مثلا منقوع النعنع او منقوع اليانسون، وتحسس الطير بالامان، ما تضل لك رايح جاي انت عم تتفرج عليه، او يكون مكان القفص مثلا مستوى واطي، العالم عم تمرق مثلا قدامه بصير الطير بيخاف، بده يكون بمستوى عالي الله العالي لحتى يحس بالامان 100%. غير هيك ما فيني اختمك صراحه، لانه ما في دواء لهي الحاله، دواء حاسم. يعني الاخ عم يقول هون كل ما ينظف القفص بقوم هو بحط مثلا جرايد او ورق، تمام، فبصير الذكر بياكل من هذا الورق او بينتف هذا الورق، او الانتاي كذلك الامر بصير بتنتف هذا الورق، ممكن كمان بموسم التزاوج تحطه بقلب العش. افضل طريقه اللي اتبعتها مع طيوري لموضوع التنظيف عن جد وكثير لقيت فيها استفاده وكثير مهمه هي هاي الطريقه. اول شيء بده يكون في عازل سلكي بالقفص، وتاني شيء بده يكون في، اذا انت فيك تامن هذا الشيء بيكون ممتاز جدا، هي البحص، هذا البحص، هذا الرمل، تمام، يعني هذا هو، هاي الماده كثير مهمه وكثير مفيده، بتمتص الرطوبه وحتى تمتص الله يعز الجميع الريحه الكريهه بقلب الغرفه. يلي متابعني من قديم بيعرف انا اتبعت او حطيت لطيوري انشاره خشب، انشاره خشب صفر على الشمال، ما بنصح حدا يحط بقضيه القفص انشاره خشب. وهذا هو كان الفيديو اليوم، ان شاء الله انتظروني بفيديوهات مقبله كثير حتكون مهمه خاصه بهذا الوقت، وامشوا مع ابن الشام خطوه بخطوه باذن الله تستفادوا. كما قلت ابن الشام، بتمنى التوفيق للجميع، السلام عليكم.